أنا البطل. صباح الورد الناس الكل، مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا تسمعوا فينا على 93 او على 3w.الحياة.fm. برنامج انا البطل كالعاده كما تعودتوا به يجيكم كل نهار احد نفس الموعد. حلقتنا اليوم باش نستضيفوا فيها بطله في رياضه فرديه، رياضه التايكواندو، تحصلت على عديد الجوائز والميداليات. ان شاء الله باش تكتشفوها تباعا في الحصه. كالعاده باش ترافقني في الاخراج التقني امن بوخيت، وفي الاخراج الرقمي محمد قدح. اكيد الضيفه متاعنا يعني ميل فالح، اكيد رياضه فرديه اختصاص تايكواندو. مرحبا بك مي. مرحبا بك سي عبد الله، حبيت نشكرك على الاستضافه الحلوه هذه. شكرا لك على الحضور. اكيد رياضه فرديه ميل فالح، تحصلت على عديد الجوائز والميداليات في الرياضه هذه. في البدايه مي، شنو تقرا فانا معهد وشنو شغلك تاعك؟ نقرا زماني ايكونوميه في معهد الخاص النخبه. المويان نتاعك طلع ولا مازال؟ مازلنا ما خديناش المويانات. باه، قداش عندك في الرياضه هذه؟ 13 سنه برسك. 13 سنه. يعني وقتاش بديت تمارس فيها الرياضه؟ بديت نمارس فيها ملي عمري 3 سنين. 3 سنين يعني قبل ملي عمرك 3 سنين تمارس في الرياضه. حكينا كيفاش دخلت للرياضة ذكاء. أكيد أنه عمرك صغير برشة 3 سنين، أكيد فما شكون اللي شجعك وفما شكون اللي غرمك بالرياضة هذه؟ أي صحيح، ماما قبل من اللي هي صغيرة كانت تترينة وتحبها الرياضة ذي، وكي جابتنا احنا معناها حابت نكونوا كيفها هي، غرمتنا بالتايكواندو والكل وقالت لنا روح حاجة باهية ومنه دفاع عن النفس وكل شيء. يعني الوالدة قبل كانت تترينة في الرياضة الفردية تايكواندو؟ أي هزتنا المرلولة، الحصة الأولى الحصة الثانية، واللي نتغرمنا بيها احنا ولت حاجة من ناحيتنا هي. حسب ما نفهم يعني العائلة الكل تترين التايكواندو. اي يعني عندك اخواتك يعني يمارسوا في الرياضة هذه ولا؟ اي اخواتي الكل بلسكي ترينوا التايكواندو. اكبر منك اصغر منك؟ عندي انتظار اختي اكبر مني وثارة زيد اكبر مني ومحمد ولؤي وياسمين اصغر مني. يعني ترينوا فرد قاعة نورمال ما؟ اي الكل نترينوا فرد قاعة، كنا ترينوا تايكواندو. يعني الوالدة هي اللي شجعتكم على الرياضة هذه وغرمتكم؟ اي. وما زلت تمارس في النشاط ولا؟ والله ساعات ساعات. اي تمشي تتفرج عليكم؟ اي. باه، بخلاف الرياضة هي فماش حاجة هكا مغرومة بها؟ مغرومة بالدانس، ترانيت قبل دانس ونحب حتى في الدار نبدا نترينا وحدي. يعني هذه اللي مغرومة بها، فماش حاجة اخرى في القرايه؟ شنو الحاجه الماده المغرومه بها ولا الحاجه اللي ترتاح فيها اكثر؟ عربيه ومدني. زوز المواد هذوما اللي انت ترتاح فيهم. أيه. قداش ماخذه فيهم نوتات؟ عربيه 17 ومدنيه 17. 17 يعني في المويان بتاعك 17. به المطالعه مغرومه بالمطالعه ولا؟ اي مغرومه برشا بالمطالعه. أيه. بالاخص عربيه اكثر من الفرنسي والانجلي. هذاك علاش انت الماده الباقيه فيه ماده العربيه او التربيه المدنيه. به باش نسالك سؤال، انت اكيد تتدرب في القاعه. أيه. هل انه ايام التدريبات موافقه ما بين القرايه والتدريبات نتاعك ولا؟ اي موافقه، خاطر بحكم ديما نروح الاربع معنا من القرايه ولا من الثلاثه، وانا ترينا الخمسه ونص حتىكش للسبعه ولا السبعه ونص، ومن بعد كينا ساعات ندخل ترينا كوشيكي من السبعه حتىكش للثمانيه ونص. يعني الرياضه هذه فما تايكواندو فما كاراتيه كوشيكي. باه، كيفاش نجم توافق ما بين التايكواندو والكاراتيه كوشيكي؟ نجم عادي، خاطر كل اونترينمون في وقته. معناها اذا كان نحب كل معناها نحضر كل حصه ولا نحضر حصه تايكواندو حصه كوشيكي. وكي تبدا مش تلعب كيفاش تختار كاراتيه وحده وتايكواندو؟ كي تبدا فما مثال بطوله ولا؟ اغلبيه البطولات تجي كل وحده والنهار نتاعها ما يجيوش مع بعضهم. وعندكم الحق تختاروا معناها وتشاركوا؟ ايه تختار اللي تحب انت. باهي، وسنه بديتوا تشاركوا ولا ابارتي قاعدين تحضروا للبطوله الوطنيه؟ قاعدين نحضروا نهار 26 جانفي نلعبوا. وين؟ والله مازالوا ما حددوش البلاصه بالضبط. معناها البطوله الوطنيه. ايه. يعني خلينا نقولوا باش العباد اللي قاعدين يتابعوا فينا تو يسمعوا، اكيد لهنا فما تصفيات ثم من بعد سيليكسيوني وبعد تمشيوا لتونس. ايه. باهي. والرياضه هذه انا بالنسبه لي انا ما نعرفش القواعد نتاعها، القوانين نتاعها.
اعطينا شويه لمحه على القوانين والقواعد اللعبه نتاع التايكوندو. كي نبداو نلعبوا في كومبا لازم معناها ما ينقصلكش اكثر من 9 مرات، خاطر كي ينقصلك اكثر من 9 مرات تخسر المواجهه انت وتخرج من وسط. شنو هي 9 مرات اللي مثلا انت تطيح ينقصلك، تخرج من بيصات. من الحدود نتاع البساط ينقصلك. كيما كيك حاجات كيما كيك. عندكم واقي تلبسوه ولا؟ اي عنا بلاسترون على مستوى البطن وعنا كاسك للرأس وعنا دي بروتيج لليد والساق. وابرز النقاط اللي يتم اعتمادها وين الضرب؟ اغلبيتها على مستوى الرأس، ديما نقاط اكثر اكثر أي. وعلى مستوى الصدر في حدود 3 زوز نقاط. والضربة القاضية عندكم ضربة القاضية؟ اي عنا ضربة القاضية ديما تجي على مستوى الرأس. اش تتسمى الضربة القاضية بلغتكم توما؟ كاو. كاو به؟ اكيد عندكم اجتياز الاحزمه، انت تو وصلت فانا حزام حزام الاسود اخر حزام يعني. باهي، شنو القواعد نتاعكم؟ شنو الحاجات اللي كتجيو تتجاوزوا معناها او باش تنجحوا في الحزام الاصفر والابيض وتوصلوا الاسود؟ اكيد عندكم لغه معينه. اي بالتدرج معناها من الحزام الاصفر حتىكش الحزام الاسود تسمى بومزي. بومزي الحزام الأصفر نعديه على البومزي الأولى، الحزام الأخضر على البومزي الثانية والثالثة، الحزام الأزرق على الثالثة والرابعة، والبرتقالي على الرابعة والخامس. الأحمر فيه 3 درجات كل درجة والبومزي اللي تعدي عليه، وفي النوار تبدأ من البومزي 7، 8، 9، 10 حتكش عنا 18 بومزي كيك. وكيفاش تعديوا عليهم؟ يعني شنو الحاجة اللي تعديوا عليها؟ أكيد فما حركات تقوموا بها. اي فما حركات نقومو بها. اش تسميو الحركات؟ والله مثلا ابكوبي. اش معناتها هذيا؟ ابكوبي بالساق واليد. وعنا مثلا في الكومبا عنا انتوليكي باكاتوليكي تورنيكيك توتليو. توتليو اش معناتها؟ توتليو دور بالساق دورتين. وعنا بلوكاش تعمل بلوك. وعنا امبوليكي برشا حركات اخرين دول تشاكي اب تشاكي. هذوما لازم تتعلموهم باش تطبقوهم على الميدان. اي بشوي بشوي تعلم. هل ان انتم تلعبوا بالميزان نتاعكم؟ لا اكيد بالميزان. طيب اي بالميزان نمشي. النزال قداش يدوم النزال مي؟ دقيقتين هكاك. دقيقتين 3 دقائق. 3 دقائق. لا باه. ما عرفش عندك شهيد تحصلت عليهم تنشوفوا بعد ان شاء الله الصور. هل انه اول نزال عندك انت تحصلت عليه على الشهاده وقتاش؟ عام 2008 كيكا. 2008 اي لعبت في تصفيات. وعندك نورمالمون هذيك الشهاده اللي بحذاك؟ اي هذه الشهاده وقتها عديت باساج دو غراد للصغار عديت لهم على البومزي باش ياخذوا سانتوريت. هذيك شهاده شكر وتقدير. تنجم توريها لنا الشهاده؟ ديجا كيما قاعدين زاد نشاهدوا يعني الصور. هذايا وقت هذايا وقت انا عاد الصغار في الباساج دو غراد. هذايا باساج دو غراد هذايا عام 2021 عام ناول. كيما قاعدين زاد نشاهدوا. والشهاده الاخرى هذايا زاد شهاده شكر لي انا 2017. علاش تم وقتها زاد كيف كيف باساج دو غراد الشبيبه الاولمبي القيرواني باساج دو غراد. وهذه وقتها عديت على سانتور الروش الحزام الاحمر. حزام الاحمر والاخرى هذه الحزام الاصفر. هذه اول ما دخلت نترين اصفر. هذه نتاع بطوله تونس 2017 2018. وهذه زاد كيف كيف بطوله تونس. هذه مشاركه ولا تحصلت على؟ تحصلت على الشهاده وتحصلت على فانا ميداي. اوكي مرتبه الاولى. هذه زاد الشهاده نتاع بطوله تونس 2020 2021. هذه سنتور زرقاء. وهذه نتاع بومزي زاد وقتها جانا سي عبد الجليل الهرابي من لنا سيونس هنا خبير الدول. وهذه الشهاده نتاع زاد على الحزام الاسود. حزام الاسود. الاسود هذي عام قد ايه خذيتها؟ هذي عندها طو عام ونص كيك. عام ونص.
يعني اخر درجه خلينا نقوله في الاحزمه هو الحزام الاسود. شنو يخول لك من بعد ما تاخذ الحزام الاسود باش لعبت تعرف تاخذ الحزام الاسود؟ ولا عندك ثقه في روحك وتقول هاني وصلت لحاجه باهيه، نجم نزيد نوصل لحاجه ما خير من هكا، ونجم معناها نوصل نكمل لجراد الكل في السنتور هذيه ونجم نولي حاجه باهيه. طور الرياضه هذه مخطره ولا تشجع العباد باش يمارسوا الرياضه؟ لا بالعكس، تشجع العباد على الرياضه والكل، خاطر هي الرياضه باهيه في حياتنا اليوميه. وما هيش مخطره، خاطر معناها مش صعب تلعب مواجهه ولا حاجه، ديما عندك بلاسترون وكاسك اللي هما يحميوك اللي بروتيج وكل شيء. المدرب نتاعكم اكيد فما نصايح ينصحكم فيها قبل المواجهات، ولا حتى كي تبداو تتدربوا مش الحاجات اللي تتعلموها في التدريبات تطبقوها برا في الشارع؟ لا برا في الشارع كونش الخصوصيات معناها للضروره القصوى. خاطر ممنوع انه شخص يمارس الرياضه الحاجات اللي يتعلمهم يطبقهم البر. لازم معناها ما عندكش علاش مش تطبقهم البر، اذا كان معناها صارت لك حكايه هكا ولا مشكله تنجم تستعملهم. اكيد تطبق في نظام غذائي صحي نورمالمون، وترقدوا بكري حتى كي تبداو حتى لي تورنوا تلعبوا. اي مثلا نقعد 9 قبل 9 كيكه، والماكله معناها منظمه كيما كيك، باش معناها الوزن نتاعك ما يتهلكش وتبقى في الوزن نتاعك ديما تلعب. وكي ترقد بكري كلي تبقى ديما ناشط والكل، والفيزيك نتاعك ما يتهلكش. باه حاجات باه. وشني الفوائد نتاعها تو كي ترجع على الصحه بالنسبه لكم انتوما كرياضيين؟ اكيد الرياضه عندها فوائد صحيه. فما حاجات مش يتبدلوا حتى في شخصيتك مثلا فوائد صحية حتى المرض معناها ما تمرضش فيسا. الرياضة باهية خاطر يولي أصلا عندك نفس برشا، تنجم تنفس برشا. خاصة اللي كاسك يلبسون، فما شكون عنده ضيق التنفس؟ ثم كاسك معناها كلي محمية، حتى في وجهك محمية، فهمت؟ هذيك تخليك تنفس بالقداء. واكيد عندكم غادي متابعه، يعني حتى متابعه صحيه لكم انتم ديما تتبع. اي به هذوما شفنا الميداليات اللي هزيتهم وكل شيء. اكيد شنو طموحك في الاخر الساعه في المستقبل؟ طموحي باش نولي مصنفه من احسن لاعبين في العالم. عندك شي هكا شخصيه معروفه ولا شخص معروف في الرياضه هذه تحب تطمح تكون كيفه؟ عندي لعبة دانا حايدر، لعبه برازيليه. نحب نولي كيفها. وعندي فادي الفرحاني، زادة تعجبني لعبة تونسية. واضح. باهي في الختام علاش كنت تحب تسلم؟ نحب نسلم عليك انت اللي استضفتني اليوم. شكرا. ونحب نسلم على امي وبابا اللي هما شجعوني واللي هما خلوني نوصل لحاجة باهية كيف ما هكا. ونحب نشجع ونحب نسلم على زونترونور التراني عندهم واللي نترانى عنده طو. ونحب نشجع العباد معناها باش تترانى في الرياضة دي ولا حتى أي رياضة أخرى، خاطر بيه معناها المستقبل نتاعهم، معناها ما عندوش مستقبل في القراية نجم يكون عنده مستقبل في الرياضة نتاعه. واضح. شكرا لك مي الفالح ضيفتنا اليوم في برنامج أنا البطل. في الختام شكر خاص لأمن بوخيت في الإخراج التقني، محمد قدح في الإخراج الرقمي، عبد الله حطاب كان كوتي ميكرو. ملتقانا الأسبوع القادم في حلقة جديدة وضيف جديد. متابعة طيبة لبقية برامج الحياة تفهم. أنا البطل.